مرحبا، أنا رجاء حيدر من قناة الحرم ليك، بتمنى تتابعوني. ما زلنا ببلدة جورين، وبعد ما احتفلنا بعيد الفرح بالله طلعنا بالجبال لفوق على قرية صغيرة اسمها عين جورين. صورت لكم الحياة البسيطة بأعالي الجبال، حتى الأسماء عندهم حلوة كتير. وبهذا الفيديو اليوم رح نشوف خبز التنور وكيف تحول لمشاريع صغيرة بيستفادوا منها أهالي القرى، بيبنوا التنور على الطريق العام بالأخص لأنه بأعالي الجبال، فممكن المارة يكونوا بحاجة لطعام لشراب، لذلك بيشتروا من الأهالي. رجعنا لكم بعد الفاصل، وهي المناظر كلياتها من أعالي الجبال. شوفوا الأشجار، كلها أشجار حراجية. شوفوا هالمناظر شو حلوة، يعني الحقيقة الواحد بيتفاجأ بهالمناظر وبهالجمال من فوق الجبال العلويين. لما بتطلع على سهل الغاب بتشوف كأنه بساط أخضر مزركش بياخد العقل. هذا شكل من أشكال التنور، هذا بيعملوا من القش والطين التراب وبدقوا وبيصيروا يبنوا للتنور، بيقولوا عم يديروا تنور. هاي نحنا منقلها الكارة اللي بيحطوا عليها رغيف الخبز، بيلوحوه وبيلزقوه بالتنور، وهذا الحطب اللي هو وقود للتنور. هذا شكل تاني من أشكال التنور، قلبه محطوط له قرميد. هذا غطى التنور عشان يحتفظ بالحرارة. هون الجمر قلب التنور، هاي المحمرة اللي خبزوها نحن واقفين، طعمتها بتاخد العقل. احكيلي. هلا هي قامت باحماء التنور، هالعملية هي ما بتطفلوا مادة ملح، مادة الملح بيضيفوها للتنانير الطينية مشان يحمل مادة الخبز اللي بيخبزوها فيه. مشان يحافظ على الحرارة، مشان يتمر مع الخبز على لا مو شرط. ايوه هلا هي عم تستخدم ماشي هي والمي لتخفيف اضافه ماده الملح. ايه مشان ما مادة الملح ما يطلع التراب على الخبز. على الخبز. ايوه هلا بدك تبلشي بالخبز؟ لا لكن لانه هلا عجل بس ليطلع يعني. لكن شو شعلت التنور من هلا؟ عشان تحمي. تحمي لأن الطين جديد. أيوة. جديد. ما بينه جديد. مين عمل التنور؟ أنت دايرتي؟ أنت صنعتي؟ كلش قد تخبزي؟ ما بيجي عمال
معاه خفيف. عم تشتروا خبز يعني؟ يعني لما بتشتهوا بتخبزوا ولا لما ما بيضل عندكم خبز؟ لما بنشتهي شهوة. شهوة؟ هون هذا التنور بيت قرية عين جوري عم تحميه مشان تخبز، وهذا عم تحط له مي وملح، عم تحط بالتنور مي وملح مشان اذا لزقت الخبز ما يلزق البحص او يطلع بقفى الخبز. وهلق انتهت رحلتنا مع خبز التنور، وان شاء الله بلاقيكم فيديو جديد. انا رجاء حيدر، قناة الحرم ليك، تابعوني وان شاء الله بيكون من جورين كمان.